اليوم هذا النوع من الاستعمار الجديد اللي راه تمارسه الفيفا على الكونفدراليه الافريقيه، يعني الامور تغير خاصه الكره الافريقيه، لازم لها الجواب يجي من عند الافارقه. قال الاستعمار خلاص في بدايه الستينات، خلاص اليوم الهيمنه لازم لها تحبس، وباش الهيمنه هذه تاع الفيفا تحبس اكسبسيونالمون على الفوتبول الافريكان، لازم يكونوا مسؤولين في اتحاديات افريقيه، مسؤولين باتم معنى الكلمه، ماشي مسؤولين تاع بني وي وي. نعم هكذا.